Hugues du Cap. رجعنا لكم من جديد على راديو كاب اف ام. هذه اولاد الكاب متواصله معكم حتى للسبعه متاع العشيه. معكم اشرف الكرد وغلي كوتي ميكرو واحلى مزوميته في الاخراج الرقمي. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا 91.5 95.5 105.6. تسمعونا زاد على السيت ويب متاعنا www.capradio.n والا على الباج اوفيسيال متاعنا على الفيسبوك راديو كاب اف ام اولاد الكاب. في ساعتنا الثانيه تحديدا ال 5:51 دقيقه موعدنا توا مع كابتن فيلم. كابتن فيلم كابتن فيلم. في كابتن الفيلم اليوم كما عودناكم نقترح عليكم فيلم باش نحكيه اليوم على فيلم رعب من الطراز الرفيع. الفيلم اللي باش نحكيه عليه هو 3 Days of Night, انتاج سنة 2007 واخراج ديفيد سلايد, وقصة مأخوذة عن سلسلة قصص مصورة بنفس الاسم. الفيلم يتميز بجو المظلم, احداثه المشوقة, وشخصيته اللي تخليك على الاعصاب طول الوقت. قصة الفيلم تدور في مدينة صغيرة في ألاسكا اسمها بارو. المدينة هذه معروفة بظاهرة فريدة, 30 يوم كاملين بدون شمس خلال فصل الشتاء. الظاهرة هذه تخلق جو غريب ومظلم, والمدينة في ألاسكا تعيش كل شتاء ظاهرة غريبة كما قلنا 30 يوم كاملين بدون شمس. الظلام هذا اللي يدوم شهر كامل, وهو اللي يستغلوه مجموعة مصاصي الدماء باش يهاجموا سكان المدينة. الفكرة وحدها تشدك. البداية كانت عادية, سكان يستعدوا لآخر يوم فيه الشمس, والناس اللي مش من المنطقة يغادروا بالطائرات قبل بداية الظلام. أما الأحداث تبدأ تأخذ منعرج خطير وقت اللي تبدأ حاجات غريبة تصير, كما انقطاع وسائل الاتصال وحرق كل وسائل النقل, مما يخلي سكان المدينة معزولين تماما. هوني ندخل للحدث الرئيسي, الهجوم المرعب اللي يقوموا به مصاصي الدماء. المجموعة هذه يقودها زعيم مخيف اسمه ماريو اللي ما عندوش رحمة. المصاصين في الفيلم هذا مش كما اللي تعودنا عليهم في أفلام الرعب الكلاسيكية, هم وحوش متوحشين عندهم لغة خاصة, وسرعتهم وقوتهم تخلي المواجهة معهم مستحيلة تقريبا. الشخصيات الرئيسية في الفيلم هما الشرطي إيبن أولسن اللي يقوم بدور جو هارنت, ومرته السابقة ستيلا اللي تقوم دورها ميليسا جورج. البطل يتولى قيادة مجموعة صغيرة من الناجين يحاولوا يختبئوا ويقاوموا بشتى طرق. التحدي الكبير هو كيفاش يصمدوا طيلة 30 يوم ضد مصاصي الدماء وسط الظلام والبرد. الفيلم يتطور بطريقة مشوقة, وين نعيشوا مع الشخصيات لحظات خوف وترقب. كل مرة تحس انه امل النجاة ضعيف, لكن الابطال يحاولوا الابتكار والتعاون باش يتجاوزوا المأساة. بدون ما غير ما نزيد نحرق الاحداث اكثر, النهاية تعطيك مزيج من الحزن والامل مع تضحية بطولية من الابطال. كان هذا اقتراحنا لليوم في فيلم 3 Days of Night, وهذا البوند انونس تاعو.